المريضة عندها 30 سنة، جوزها بقى 12 سنة، عاملة 3 قيصريات، متخيلين يا جماعة؟ ولدت 3 قيصريات، يعني الست خصوبتها كويسة. الست دي كانت مشكلتها إيه؟ إن عندها آلام ونزيف بعد الجماع. عملت منظار رحمي قبل كده مفيش أي فايدة. اتشخصت على أساس إنها إيه؟ إنها فتق رحمي. عملت إيه؟ فتحت البطن وصلحت الفتق الرحمي. هنا المبيض الشمال والأنبوبة الشمال. هنا المبيض اليمين، بس إيه الضفيرة دي؟ إيه دي؟ إيه البريتون ده؟ بصوا هنا الكولون وهنا الحالب ماشي كده 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 ويخش المثانة، لكن ما نيجي هنا إيه ده؟ ده الزايدة الدودية. الزايدة الدودية فين؟ في النص. بصوا هنا. إيه اللي جاب الزايدة هنا؟ وهل ده مكانها؟ بصوا قد إيه؟ الزايدة المفروض دايماً هنا. في اليمين هنا. إيه اللي حصل هنا؟ تعالوا نبص كده، ده الكبد. ده المرارة. ننزل بقى الحتة دي الفيصل ما بينهم هنا، بصوا نلاقي ايه؟ بصوا يا جماعة ده ورم. ايه ده؟ ده مش ورم. تعالوا نكمل بيه. ايه ده؟ بص الورم ده عامل ازاي؟ كده وبعدين ينزل كده وبعدين يطلع كده تاني، ونلف بيه كده، نلف بيه كده، نلف بيه كده، انتهى هنا. هنا عارفين يا جماعة دي ايه؟ بصوا المنظر ده اللي عامل زي القلب ده، الكليتين نازلين لازقين في بعض عاملين ايه؟ المنظر ده بيسموه ايه؟ يا اما بيسموه الهورس شو كيدني، زي حدوة الحصان، لانه هو بالشكل شكل الحدوة اهي وهو، يا اما يسموها بانكيك كيدني. ليه سموها كده؟ لان الكلية دي والكلية دي الاتنين لازقين في بعض وفيوزد في بعض، مفيش بينهم لاين اوف ديماركيشن، يعني مش كلية يمين وكلية شمال نازلين جنب بعض بيسموها البلفيك كيدني، لا ده الاتنين العضوين بقوا عضو واحد. ده مكان الكلية يا جماعة، ورا البريتون من تحت الكبد نزلت، فالمكان فاضي تماما هنا اهو، والحالب مش هنا، يعني مفيش كلية يمين وكلية شمال، الكليتين على الناحية اليمين وكليتين لازقين في بعض. بانكيك كدني على رايت، يعني ان هم اكتوبك مش في مكانهم الطبيعي. طب ايه يفسر لنا ايه؟ دايما الكلية في الوضع التشريحي ليها علاقة بالرحم، لأن الاتنين بيطلعوا من مصدر واحد، فدايما الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى أكيد عندهم مشاكل في التكوين الخلقي للرحم، والعكس صحيح، لما نلاقي الرحم ده ذو قرن واحد أو ذو قرنين نبص فوق على الكلى هتلاقي فيه مشكلة، وبالتالي الناس دي ممكن يكون في كان حاجز رحمي ما نعرفوش قبل كده. تعال نشوف إن احنا لقينا روزد فيوز اكتوبيا. كروزد يعني ايه؟ عدت من مكان راحت للتاني، من على اليمين راحت الشمال الكلية، او من الشمال راحت لليمين راحت للتانية، ادي كروزد نقلت. فيوزد يعني لازقوا ببعض، اكتوبيا يعني مش في مكانهم الطبيعي، زي اكتوبيك بريجنانسي، اي حاجة اسمها اكتوبيك يعني اكتوبيك يعني بره مكانها الطبيعي. هنشوف بقى دكتور كريم. تمام، احنا هنا دخلنا من عنق المثانة ودي فتحة الحالب اليمين اهي. تمام، نبص برضو جنبها ندور لو في اي فتحة للحالب التاني في نفس المكان. لحد دلوقتي مش شايفين، احنا ماشيين على مرسيرز بار او الانتريوريتيريك ريدج، ودي فتحه الحالب الشمال. تاني زي ما شايف كده الدكتور كريم، يعني الحالبين في مكانهم الطبيعي في المثانه البوليه، لان الحالبين بيطلعوا من وضع تشريح غير كليتين، فمكانهم الطبيعي موجود، وبعد كده يطلعوا من المثانه يلفوا الناحيه الثانيه اللي هي فيها الكليه الثانيه، يعني عشان كده هما الاثنين طالعين من المثانه البوليه ولافين وراحوا الناحيه اليمين مكان الكليتين. كل القواعد اللي عندنا في العيوب الخلقيه في المثانه البوليه والحوالب ليها شواذ، ولكن دي تتبع القاعده العاديه لسه ما شذتش عنها. عشان كده المريضه عمرها ما اشتكت باي مشاكل ما، ولا الوضع التشريح ده بيساوي اي حاجه بالظبط، خالص نورمال، بتعيش عادي، ما فيش مشاكل ان ممكن يحصل فشل كلوي، ما فيش مشاكل في الحالبين، بتتعرض لكل الامراض اللي زيها زي غيرها، لو في التصاقات، لو طنت رحم واجع، كل المعنى بيه بس ان كان حد يبقى عارف قبل ما يخش عمليه زي كده، عامل رنين، شايف الامور عامله ازاي. السونار احيانا بيبقى جايبها، بيسموها الفيوزد كيدني او كروزد فيوزد كيدني، اكتوبيك كيدني او اكتوبيا، او بيسموها البانكيك احيانا. تمام، او بيسموها الهورس شو كيدني لبعض الحالات. تمام، كل ده عشان التيشو برينكايما بتاع الكيدنيز بتبقى هي نفسها لازقين في بعض، مش مجرد كليتين نزلوا جنب بعض، لا بيبقى فيوزد يعني لازقوا ببعض، الحالبين موجودين
ده لان لو حد كان دخل ممكن كان يتخيل ان دي ممكن ريتروبورتونيال تيومر ويفكر ان يشيلها لو ما كانش عنده جايد لاين من البدايه او عنده جي بي اس طبي عامله من البدايه كان ممكن. حصلت والله يا دكتور سعيد، حصلت، بيحصل، دي حقيقة. بيحصل يعني بيحصل في الطب ان لو حد كان شايف دي يعتقد ان ده ورم ويفتح عليه ويفكر نشيله، اتاري كان شالت كده. بصوا يا جماعه ده الرحم لازق ازاي تماما في المثانه البوليه وفي جدار البطن اهو، حتى لما افتح من هنا هيفتح. اه ودي المثانه لو انا دخلت كده اهو 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 اهو. كل ده عشان احنا بجد شغلنا اليومي كده، فبقت عندنا حلول الحمد لله كتيره اهو. هنحررها من المثانه وهنصلح الفتق اللي فيه تغدد رحمي، وهنقول هل في ربط احيانا ما بين الكونجلتن انوماليز والبطانه الرحم المهاجره فيه. هنقعد النهارده نبحث كتير جدا ما بين علاقه البانكيك كيدني وبطانه الرحم المهاجره. بص المنظر بقى يا جماعه، بصوا بص المنظر، بص منظر، بص المنظر، بص بص ايه اللي حصل هنا في الشويه اللي انا فكيتهم. بص الرحم والمثانه البوليه، بص الرحم اهو، بصوا نرفع من هنا عشان كده الرحم مش في مكانه الطبيعي، عمل الالم الرهيب في الجماع وفي الدوره وفي مطب العربيه، تكرار في البول. الرحم اهو ينزل، بص الرحم لما ينزل يا جماعه، بص الرحم، بص هنا دي المثانه اهو اهو، بص المثانه احسن حاجه تاخدها لاترال كده اهو اهو، المثانه اهي، ننزل ننزل ننزل. بصوا يا جماعه بصوا، كل ده كان مخلي ست كل شويه في التويلت اهو. ده الرحم، ده فيه تغدد رحمي عشان كده الست بتشتكي بنزيف، بالام في النزيف، والالام اللي موجوده ليها اكتر من حاجه. بص الرحم هنا، ده هنا ده النش ساين، ادي اهو كانك داخل، ادي كان في تجويف، ادي وده البلاد فيسلز اللي بتبقى اتينويتد موجوده في النش، ادي النش اهو، وادي كان في كافيتي تاني. لما بنخش في التجويف التاني فتحه الانبوبه من الرحم دي الناحيه اليمين، نطلع بره، ايه ده، ده في حاجز رحمي اهو ما بين الاثنين، وهو وادي الحاجز وادي النش، يعني هنا نش وادي حاجز رحمي. نخش بقى نبص هنا، الحاجز الرحمي عامل زي ايه، كان الرحم فيوزد، كان الرحم التجويف بتاعه المقسوم ده عامل زي الكليتين اللي لازقين في بعض. الست دي والده ثلاث قيصريات وهي عندها الحاجز ده، يعني الحاجز ما كانش مقصر زي حواجز كتيره جدا في الرحم، ما بتاثرش على فرصه الحمل ولا الاجهاض، لكن في حالات بتاثر. لما بنلاقيه ما بنصلحوش لانه ملوش علاقه لا بنزيف ولا بالام ولا اي حاجه. هنشيل النش ده بالريسكتوسكوب، يعني نقدر نشيله بالمنظار البطن، منظار رحمي او الاثنين مع بعض. احنا هنا سلكنا المثانه وبالتالي نقدر ناخده. احيانا لما نسلك نشيله بمنظار الرحم بس المثانه بتبقى لازقه فوق الحته دي بالظبط، فممكن نخرم المثانه، عشان كده لازم نستبعد المثانه الاول وبعد كده نعمل منظار الرحمي. لازم يكون في انتجريتد وورك ما بين الهستروسكوب واللابروسكوب. الحمد لله على السلامة وربنا يكمل بكل الخير. ده كانت حالة جديدة النهاردة، عاوزين نتكلم ازاي المسالك جزء اصيل في حياة المرأة النسائية، والنساء جزء اصيل في حياة المرأة المسالك البولية، الجزء مشترك ما بين الاثنين كتير جدا. عشان كده انا والدكتور كريم كنا بنتكلم النهاردة في حالة واحدة. هو ده تيم وورك، هو ده المريض ياخد حقه بالكامل. ياخد حقه بمعنى ايه؟ انه في اوضه العمليات يبقى كل التيم موجود، وبالتالي ما يعملش عمليه ويخرج يروح تخصص تاني. افضل كتير جدا لو كان كله وان شوت، المرض طلقه واحده تخلص عليه، غير ما كل شويه تعمل طعنه وطعنه وطعنه، المرض بيفضل مستمر ويتعافى ويرجع مره تانيه. ده الفرق ما بين الريكارنس، لانك ما قعدتش عليه مره واحده، وان شوت توصل يعني طلقه واحده جابت المرض للاخر. الحمد لله على سلامتك.